بسم الله الرحمن الرحيم. كنشطاء معارضة بحرانية نقف هنا أمام صالة إليزابيث الثانية للاحتجاج على وجود نظام الخليفي وزمرته الذين يريدون أن يشوهوا الحقائق في البحرين، وأيضا لكي نوصل رسالة شعب البحرين إلى هؤلاء المنافقين الذين يتآمرون عليه ممن يدعون أنهم من جلدته وأتوا هنا لكي يناصروا الطاغية حمد وأن يشوهوا الحقائق وأن هذا النظام هو نظام له تسامح وغيرها من هذه الأمور. هذه الحملة الدولية باءت بالفشل منذ بدايتها، حيث وجدنا العديد من الصحف هنا في بريطانيا، الصحف الأجنبية المشهورة كالتايمز والتليغراف والإنديبندنت والغارديان، كلها قد كتبت عن أمور عديدة عن آخر تطورات في البحرين، ومن ضمنها قبول المحكمة بالنظر في قضية الجلاد ناصر بأن لا تكون له حصانة وأن تكون هذه المحكمة علنية. وقد وجدنا هذه الصحافة قد ربطت اسمه بالتعذيب مباشرة، وهذه واحدة من ثمار تحرك نشطاء المعارضة هنا في الخارج لكي تسلط الضوء على ما يعانيه الشعب البحريني في الداخل، ويكشف زيف هؤلاء المتآمرين الخونة من أتوا لنصرة هذا النظام. نقف هنا لكي نعبر لهم عن شعاراتنا بأنه عار عليكم، و يا من تناصرون المعذبين والقتلة والسحق والعار لكم إن شاء الله. وقفنا هنا منذ الساعة 9 صباحا، وسوف نواصل هذا الاعتصام حتى مساء هذا اليوم. سوف نواجه كل من يدخل ويخرج من هذه الصالة من هؤلاء، ونهتف له في وجهه بأنك من الخونة وعار لك وشعب البحرين، ولك العار من والشنار من شعب البحرين. وشكرا لكم.